السلام عليكم كبداتي، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. غبرت عليكم هادي شحال ما درت لكم شي فيديو. صراحه تكاسلت. مع كانت لقات لي مع الخدمه، كنت خدامه في داك المعرض اللي داروه هنا في وجده. تلاهيت مع تماره، راكو عارفين بنادم كي كيخدم من الصباح حتى العشيه صافي كيجي طحطح كيبقى يبان غير النعاس. مهم هذا النهار بغيت نمشي ان شاء الله نشوف الكباش عند واحد السيد، وقلت نديكم معايا باش تشوفوا الاثمنه اللي راها كاينه هذا العام، تشوفوا الكباش كي دايرين. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم كبداتي كما قلت لكم غادي نمشي نشوف الخرفان. المهم غادي نعيط لكم فين. قولي بلاصه خويا فين جات بالضبط؟ حدا لوقصور. المهم راني غاديه نوريكم ان شاء الله تمايا شنو كاين. المهم هنايا الرومبوا هادي اللي كتطلع من لوقصور، ومن كتطلع البوشطاط ياكو من بوشطاط. المهم بحال هاكو غاديين لوقصور. ديال اتاي تبارك الله الدواء زوين عندهم هنايا. المهم تبارك الله هيا الكتيبه غادي نشوفوا مع السيد غادي يقول لنا الاثمنه. هاك التليفون ويلي قول له جدو هلا والله حتى نجري شوف راه ها ها بلا بلا لا لا زيد موك. المهم هو مصطفى دخل، انا خوافه كو عارفين. تبارك الله صلى على النبي. بحال هذا الثمن ديالو بحال هذا داير 3000 3000 وريهم شويه كاين اللي بغى شويه مويان كاين بحال هذا 2600 درهم بارك الله
هذا شحال؟ هذا اللي منا شحال؟ هذا 3500. 3500 تبارك الله. بحال هذا هذا خروج ولا فهمهم يعني هذا كيقولوا ثني كيقولوا رباعي وهذا هذا كيفني ياك. هادو هنا المركز ديالهم، هنا المركز ديالهم. 3800 درهم. سمعتي شحال قال لك؟ وريهم شويه بجوايه 2000 2500. هاد الزوج اللي مشاو هاد الزوج 2500 درهم. هذا عاود 2500. عارف كاين اللي كيبغي الرقيق. هذا اللي راه هنا، هذا 3500. تعال اوكي الخير تبارك الله موجود موجود الجودة في العلف اخواتي نعطيو حاجة زينة ما كانش واحد في منه شوف هنا شوف هذاك اللي فيه الخضر كاين هذا في 3400 درهم الحليب هذا عليك 2200. لا لا مش باغيين كما راكم تشوفوا راه تبارك الله راه عنده ما يتقال وعنده الاثمنه حتى هي زعما صراحه اثمنه مناسبه يعني بالنسبه للاثمنه اللي كاينين في السوق صراحه راه كاين 250 وراكم سمعتوا في الاول مانيش ثابته انا نولي نتاكد لكم عليه بشحال قال يعني 100 ملاش حتى لاش ونكتبها لكم المهم نخلي لكم في العنوان ولا نخليها لكم هنايا نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالو كما راكم تشوفوا يعني راه كيقول لكم على يدو تبارك الله راه
بالنسبه شحال قلت لي من الشلاش الثمن؟ كاين من 2000 درهم حتى 4000 درهم. 2000 درهم حتى 4000 درهم، وراه تبارك الله راه زعما حاجه نقيه وزعما ها هو ها مهم. كما قلت لكم قبيله تبارك الله واحد المنظر هنايا زوين بزاف عجبني. تبارك الله الدنيا مخضرة. كالعادة غادي نخلي لكم النمره ديال التليفون ديال السيد هنا، وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش تواصلوا معاه ان شاء الله. المهم جبتكم عاوتاني كنت سارع بكم من هنايا من هذه الجهه. شوفوا تبارك الله عاود هذه الجهه منا شوفوا هاد ديك الكرمة. إلا كان شي كرموس غادي نقول له يعطيني الكرموس. كاين الباكور نقول له يعطيني الباكور. ايوا تبارك الله. ها انتم عاوتاني كي جيت لهاد الجهة هادي شوفوا تبارك الله صلاة النبي البكري. هانتو ما كبداتي صراحه ما تخيتش من هاد البلاصه هادي. صراحه هاد الجو هذا وهاد الطبيعه هادي كتفتح النفس والله ما كرهنا نباتوا هنايا. مهم هنا غادي نخليكم تهلاو في راسكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم ان شاء الله ان شاء الله. وبالنسبه للنمره كما قلت لكم غادي نخليها لكم هنايا في الفيديو وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف. يلا تهلاو في راسكم.